السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سوسو كيتشن. وصفة اليوم مورقات خفاف سهلين، غادي نعمروهم بخلطة سهلة. المكون الرئيسي فيها لحم الديك الرومي المدخن. بالنسبة للعجين المورق، يمكن تشريوه جاهز او تصايبوه في البيت. الا كنتو غادي تصايبو العجين المورق ديالكم، من الأحسن ومن الأفضل تصيبوه في اليوم الأول، لأنها كتطلب وقت طويل، واليوم التالي عاد تصيبو المورقات. نمشي ونشوفو الطريقة والمقادير. يلا بسم الله. غادي نحتاجو بصلة مقطعة صغيرة، شوية دقيق، لحم الديك المدخن مقطع صغير، بيضة مضربة، الجبن المبشور، الزيت العادية، الملح. ومن بعد بالنسبة للديكور غادي نحتاجو زريعة الخشخاش وبيضة مضربة والعجين المورق اللي غادي تلقاو الوصفة ديالها تحت هذا الرابط. غادي نحمرو البصلة شوية بالزيت والملحة، ملي تذوب شويه نديرو على العجين. دابا غادي نخلطو لحم الديك المدخن، البصل المحمر، الجبن المبشور، والبيض المضروب. ونخليو على جنب. نرشو شويه ديال الدقيق، نفرشو العجين المورق، نمدو غير شويه ماشي بزاف. نحيدو هذاك الدقيق الزائد. غادي نقطعو وحدات يكون فيهم 12 سنتيمتر في الطول و 12 سنتيمتر في العرض. غادي ندهنهم بالبيض المضرب. غادي نقطعو الجوانب بلا ما نقطعو الجانب كامل، نجيو غير حتى لهنايا ونحبسو. الجوانب غنخليهم لاصقين. قطعنا هنا وهنا وهادو خليناهم ملاصقين. غادي نشدو الجانب اللي قطعنا، غادي غير نحطو فوق الاخر، نحطو شويه بعيد على الاخر بلا ما نلصقو. ناخذ الجنب اللي لتحت ونحطوه في الفوق بحال هكا. ناخذ العجين من الجانب اللي مقطع، نهبطوه لتحت حدا الجانب الاخر اللي مقطع، وناخذ الجانب التحتاني اللي مقطع نطلعوه لفوق. نعمروهم بالحشوه اللي وجدنا، تقريبا معلقه كبيره. ندهنوا الجوانب بالبيض. ونزوقهم للفوق بزريعة ديال الخشخاش. ونقدروا نديروهم وحدات اصغر من الحجم اللي درنا في الاول.
غادي نوريكم طريقه اخرى يمكن تستعملوها لهاد الوحدات الصغيره اولا الوحدات الكبيره اللي قطعنا. نقطعوا الجانب الاول والجانب الثاني بلا ما نقطعوا هاد البلاصه حيت يكون عندنا الشكل بحال هكا. من بعد غادي نفتحوه هاد الجانب غادي نهبطوه هنا لتحت وهاد الجانب اللي لتحت غادي نطلعوه لفوق. هلاك هذا الحجم الكبير وهذا الحجم الصغير.